بونجور تو الموند، مرحبا بكم معايا في القناة ديالي لاميا فيتا حياتي. اليوم سبيسيالمون سي ليفينمون دو المولد النبوي الشريف، بالضبط في صافكس في المقر الوطني للجمعية الوطنية للتجار والحرفيين كما راكم تشوفوا هنايا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا يوم مبارك، يوم تحتفل به الجزائر ككل البلدان المسلمة بمولد النبي الشريف عليه السلام. على كل حال احنا بكري في أنا زايد على كل حال في الخمسينات، المشفى على كل حال جوية الستينات هكذاك، كانوا والدينا الله يرحمهم ويرحم جميع المسلمين كانوا يتكلمون عن الدين، يتكلمون عن الإسلام، يتكلمون عن الأنبياء، يتكلمون عن القرآن، وإحنا يعني رخصوا فينا هذا الحب، حب الدين وحب الإسلام وحب محمد صلى الله عليه وسلم. كنا بكري يجمعونا والدينا، نجمعوا في دار بكري، كنا في دار كبيرة كل العائلات يعني حضروا لهذاك اليوم، اليوم العظيم اللي زاد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وورونا واش كيف يقرونا ويفهمونا في السيرة النبوية تاعو، يفهمونا ما هو الإسلام. وبعد احنا صغار واش نديروا، نلعبوا برا في الزناق. المحارق هادو كانت شي قليل، المحارق ما كانوش بزاف، كنا نخترعوا حوايج حنا نديروها بانفسنا. للناس اللي يعني في السن تاعي شفاو ولاد يعني كيما نقولوا، كنا نديروا التشبشاق، شغل بطاطا طوماطيش فارغه، نديروا واحد من واحد من ونربطوهم ب اسمه مطرق، ونديروا الشمعه لداخل ونجروا، هذا الاحتفال نحتفلوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. وكانوا يديروا دراس، مش كانوا يديروا دراس يعني الحلويات، حلويات مختلفة. كنا فرحانين على كل حال، كانت الفرحة هذيك ما يحس بها إلا مؤمن. بطبع الشام كاين هكذا لي شنو هذه هي الصفه؟ الصفه وي، هذه الصفه دي فوي كاسي بيسك، فيها يديروها بالعسل، بياكلوها باللبن، كان يحب ياكلها باللبن كان داك.